Assalam-O-Alaikum. मेरा नाम अनम फातिमा है. मैं आपको दो दुआएं पेश करना चाहूंगी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي يزم البلاء وبرع الكفاء وانتشف الكتاب وتأردى وذاقت الأرض ومرعت السماء وانت المستقى عليك المستقى اللهم صل على محمد وعلى محمد قل الأمر الذين فرضت علينا طاعته ورفتنا بذلك منزلته وفرجنا بحقهم فرجا عازلا قريبا كلب البصر أو أقرب يا محمد يا علي يا علي سراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساد 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد. ابھی میں دعا اللهم اصلح سیکنڈ دعا پڑھنے جا رہی ہوں آپ کے سامنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك وخليفته بما أصلحت به أنبيائك ورسوله وهفه بملائكته وأيده بروح القدس من عندك يسلكه من بين يديه ومن خلفهم رصدا يحفظونهم من كل سوء وأبدلهم من خوفه أمنا يا عبدك إنك على كل شيء قدير. الله